اولا بالنسبه لنا احنا كاتحاد عام شغل المغرب، التعديل الحكومي اتى كرده فعل لجلاله الملك حول غياب استراتيجيه حقيقيه ديال الحكومه في مجموعه من القطاعات، ونتمنى على انه هذا التعديل اللي معه تقليص عدد الوزراء وتجميع القطاعات على انه يكون اولا صالح التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال المغرب، ويكون كذلك ثمرات ديالو تاخذها الطبقات المسحوقه والهشه والفقيره والطبقه المتوسطه كذلك. ونظن على انه صعيب على حكومه في ظرف سنه ونصف قبل الانتخابات دير خطط استراتيجيه طويله المدى او متوسطه المدى اللي خاصها تعمل عليه. اولا خاصها تعمل على محاربه الفساد في الحين وتجميع ما يمكن تجميعه مجموعة من القطاعات باش يمكن تعطي على الأقل في هذا الظرف سنتين تعطي رؤية حول استراتيجية كبيرة، خاصة بأننا كنتظروا كذلك على أن اللجنة اللي غادي يدير صاحب الجلالة من أجل إعداد النموذج التنموي الجديد للمغرب تبدأ الاشتغال ديالها بموازات مع العمل الحكومي. ولكن احنا كطبقة شغيلة كنقولوا بأن الاتفاق ديال 25 أبريل 2019 مهم برغم أنه ليس كافيا، ولكن مهم هو التطبيق دياله ونشوفوا مدى قدرة هذه الحكومة على أن تطبقوا معنا دون تلكؤ ودون تأخير في مجموعة من المواضيع. ننتظر كذلك من هذه الحكومة على أساس بأنه قانون الإضراب اللي كان فيه حيف كبير ترجع عليه مشاورات حقيقية وليس بالطريقة اللي دارت مع وزير الشغل في الحكومة اللي الفارطة قبل التعديل. فيما يخص صافي فيما يخص السيدي قضية وزير الشغيشاب، نحن نؤمن بأنه كاين مؤسسات كاين عندنا ملفات مع وزارة الشغل واللي كنتعاونوا معاه في مجموعة من القضايا، كاين إخفاقات وكاين نجاحات، كنتمنى على أن وزير الشغل الحالي يكون كذلك معنا فيما يخص القضايا اللي كتعني الطبقة الشغيرة المغربية، خاصة يدفع الحكومة المصدقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وهو محامي وحقوقي ويعرف شنو هي الاتفاقات الدولية خاصة الاتفاقية 87 وحذف فصل 288 من القانون الجنائي اللي كيمشي به للسجن مجموعة من النقابيين والنقابيات. إذا دور ديالو على أنه هالاتفاقيات الدولية اللي استطاع على أنه يقنع الحكومة على أنها توافق عليها غادي يكون دار شي حاجة كبيرة في هذه المرحلة القادمة.